أهابت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التوجه لوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك قبل 30 من مارس الجاري. بمناسبة قرب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بالتوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 من مارس 2021. وتيسيراً على المواطنين، تقوم وحدات المرور على مستوى الجمهورية باستقبال المواطنين حتى الساعة 8 مساءً، على أن يكون العمل من الساعة 5 حتى 8 مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية. وللتيسير على المواطنين، أتاحت الوزارة لمالك المركبات ذات التراخيص السارية التقدم بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على مواقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ويقتصر الأمر على التوجه إلى وحدات المرور المختصة لتركيبه فقط.